الإفكت الأخير من الإفكتات بتاعة البلانت تروما هو الإفكت على anterior chamber أو بنسميها الهايفيما. وكلمة هايفيما قلنا قبل كده إن معناها blood in the anterior chamber. طيب التريتمنت بتاعها، أول حاجة أهم حاجة عندنا التريتمنت ده مهم جدا، لأن جزئية التروماتيك هايفيما ممكن تيجي جزئية لوحدها في الامتحان. يبقى عندنا دم في ال anterior chamber. قبل ما نقول التريتمنت، في complications ممكن تحصل عندنا. rebleeding، إن العيان ممكن بعد ما يقعد فترة كده كويس يحصل نزيف مرة تانية. أو جلوكوما، ودي حاجة فسرناها قبل كده في شابتر الجلوكوما، إن بيحصل obstruction أو بيحصل occlusion في canal of Schlemm، بالإضافة إلى اللي شرحناه من شوية اللي هي blood staining of the cornea. طب التريتمنت يكون عندنا إيه؟ أول حاجة bed rest في semi sitting position. semi sitting position يعني إيه؟ يعني ما هوش قاعد ولا هو نايم، لأ يعني إيه نخليه بالمنظر ده، العيان يكون إيه جسمه متني تانية بسيطة كده semi sitting. تمام، daily measurement of intraocular pressure. وبعد كده في حاجات بنتجنبها وحاجات بنستخدمها. بنستخدم البيتا بلوكرز وبنستخدم الستيرويد. طبعا البيتا بلوكرز عشان الجلوكوما، والاسترويد عشان الايرايتس. واحنا فاكرين في الايرايتس كان او الاريدوسايكلايتس كان علاجها حاجتين كبار، الاتروبين والاسترويد، واحنا هنا ذكرنا الاسترويد. مش بنستخدم اسبرين لان هو بيساعد على زياده النزيف. واحد هيقول لي احنا ليه كاتبين نو اسبرين، خلاص ما كناش نكتبها من الاول، يعني مفيش تريتمنت اجي اقول لك ما تدهوش كذا، لان اسبرين حاجه كومون، يعني معظم الناس العيان اول ما يشوف عيان الاسبرين بيبقى حاجه متداوله قوي وكومون في اي علاج. فاحنا هنا بنقول لك لا خلي بالك ما تديش اسبرين في الحاله دي. بنستخدم الامينو كابوريك اسيد عشان افويد الري بليدنج اللي هو قلنا ان هو واحد من الكومبليكيشن. واهم حاجه عندنا ان احنا نعمل immediate evacuation of الهايفيما، اول حاجه immediate مباشره. ليه؟ عشان نتجنب الستينج اوف كورنيا، لان احنا عرفنا مشكلها من شويه، قلنا ان احنا الستينج اوف كورنيا بيحصل بشرطين، في هايفيما وفي increase intraocular pressure. ادي هاي انتر اوكرا بريشر وادي الهايفيما، فاحنا مباشرة بنفضي الهايفيما او بنطلع الدم بره العين عشان نتجنب حدوث بلاد ستينينج اوف الكورنيا. من المواضيع التانية او من الاذر تايبز اوف تروما اللي ممكن تحصل في الاي، في كده موضوع صغير اسمه البرفوريتنج تروما. طبعا هو اقل اهمية من البلانت تروما، البلانت تروما مور كومون واكتر اهمية، لكن برضو نقرا دي مش هتخسر حاجة لأن كلامها معظمه قلناه قبل كده. يعني أول حاجة etiology corneal scan is laceration، يعني سبب البرفوريتنج تروما أو هي بتعمل إيه، بتأدي إلى السكليرا corneal laceration، يعني بتخرمهم بتفتحهم. فالحاجات المسببة ليها ممكن يكون عند sharp object مثلا قلم أو سكينة مقص ضوافر واحد طويلة، بالإضافة إن البنتريتك injuries ممكن يكون معاها انترا اوكلر فورين بوديز. طب مصطلح انترا اوكلر فورين بوديز يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا انت سكينه كان عليها او مثلا سيخ حديد بيكون عليه مثلا شويه براده حديد كده، يعني شويه جزيئات حديد منتشره حواليه، فممكن لو السيخ دخل العين وطلع السيخ بيطلع، لكن البراده بتاعه الحديد ديت بتكون لسه جوه العين. تمام، او ممكن مثلا يكون اي حاجة نايف مثلا او اي حاجة شارب عليها مثلا اي دست او نوع من التراب، في نوع من السيليكا او نوع من النحاس، بعد كده بيخش الفورين بادي دوت اللي هو مثلا ممكن بنسل، ولما يجي يطلع بيسيب شوية جوه شوية ليد او شوية كبر مثلا. الاكزامينيشن لازم افحص العين جنتلي. طيب الكلينيكال بيكتشر عندنا او هشوف قدامي ايه الرابشر سكيرا. كنا قلنا في الرابشر سكيرا في عندنا حاجات بتقل، كان بيقل عندنا الفيجن، بيقل عندنا anterior chamber هايبوتوني، بيحصل عندنا uveal prolapse، فنفس الكلام اللي قلناه هناك. طب ايه هي الكلينيكال effects بتاعت البرفريتنج تروما؟ اول حاجه عندنا ايه الميكانيكال اللي احنا قلناه من شويه اللي هو عباره عن في wounds و uveal prolapse اللي كنا قلناها من شويه، بالاضافه الى traumatic cataract. ممكن يحصل عندي ocular infection، اي حاجة ملوثة، الم ملوث مثلا واحد حطه في عين واحد او اي object تاني ملوث. symphysic ophthalmitis ده موضوع هنشرحه في اخر الشابتر ده، لكن معناه كده مؤقتا حاجة بنسميها التهاب العين التعاطفي. يعني ايه؟ يعني في انا ضربت واحد بألم في عين اليمين مثلا، العين الشمال بعد فترة
هيحصل لها ان هي هيحصل لها انفكشن برضو، ويحصل لها انفلاميشن. عشان كده كأننا بنقول ايه، ان العين تعاطفت مع العين المضروبة او اللي اتضربت فبقت عيانة زيها، بنسميه التهاب العين التعاطفي. ودوت موضوع هنشرحه في اخر الشابتر. في برضو عندنا انترا اوكرا فورين بوديز قلناها من شوية. طيب انا بعالج حالة البرفورينج تروما ازاي؟ اول حاجة احدد المكان اللي دخل فيه او اشوف لو فيه انترا اوكرا فورين بودي عن طريق الاكس راي. استخدم انتي تيتانوس توكسويد وانتي ايميتكس، وبعد كده بعمل سيرجيكال ريبير في الووند. في حالة ان العين ما كانتش بتشوف حاجة وعاملة ألم للعيان بشيلها خالص. الانترا اوكلر فورين بوديز قلنا من شوية ممكن تيجي ازاي. احنا عندنا بنصنفها الانواع، طبعا في عندنا ميتاليك ونون ميتاليك. الانترودكشن دي مش مهمة، هو اهم طبعا حاجة عندنا السيدروز بالباي والكالكوزس بالباي، لكن احنا هنقولهم على السريع برضو. الميتاليك فيه ماجنتيك، وطبعا التأثير ده هيفيدنا في حتة في التريتمنت كده، ان احنا ممكن في الميتاليك الماجنتيك تايبس نستخدم المغناطيس في ان احنا نشيل الجزيئات المغناطيسية دي لو هي مغناطيسية زي الاير. وفي ممكن الميتاليك تكون ايه، نون ماجنتيك، مش هنقدر نستخدم فيها مغناطيس في ازالتها. وفي مواد تانية ممكن تكون تخش جوه العين زي ايه، الازاز، وديت حاجة كومون جدا. الكلينيكال افكت اوف البرفوريتنج تروما بنقولها يعني انتر اوكرا فورم بادي نفس الافكت بتاعتها هي اللي قلناها في البرفوريتنج تروما. طيب الكيميكال افكت دي طبعا مميزه في الجزئيه دي والمهمه قوي، على حسب اللي بيخش العين هو عندنا ايه. لو هو عندنا اير ولا نحاس كبر. لو هو اير بنسميه زد روزز بالباي، وكنا اخدنا المصطلحات دي قبل كده في اللينس وفي الكورنيا برضو في بعض الحاجات. وفي الكالكوزس بالباي، سيدروس بالباي بتعني ان في عندي ايرن جوه العين، وبالتالي الايرن ده ممكن يعمل عندي ايه، بيعمل عندي كاتاراكت سيدروزس كنا اخدناها في اللينس. بيعمل عندي ايه، سكندري جلوكوما بسبب ايه، بيقفل عندي الترابيكولار مش ورك which is responsible for drainage of aqueous humor. بيعمل عندي هيتيروكروميا with ipsilateral iris is darker. يعني ايه يعني هيتيروكروميا؟ يعني الحدقة العين او العين بيبقى لونها مختلف عن العين التانية بسبب طبعا وجود هنا وجود الحديد. طيب في الكالكوزس باي باي بيعمل عندي حاجة بنسميها كايزر فليشر رينج، وكنا قلناها في القرنية بتبقى كده رينج متكونة حوالين القرنية، وبتحصل في الناس العواجيز بالذات. انوف سالمايتس لان طبعا الكبر الريتيتف جدا، خاصة النوع البيور منه بيعمل عندي الريتيشن، فممكن يعمل عندي التهاب في العين من جوه كلها. والسان فلاور كاتراكت كنا برضو اخدناه في شابتر اللينس. يعني احنا عندنا هنا ايه، كاتراكت مشترك، والاتنين كنا ذكرناها قبل كده. تمام. الانفستيجيشن ازاي بحدد مكان الانترا اوكلر فورين بودي؟ اول حاجه بالكلينيكال السيت لامب والجونيوسكوب عشان ابص لو في حاجه محشوره في الانجل، والاوفثالموسكوب. واحد يقول لي ازاي هو انا بشوف هشوف جزيئات الحديد المحشوره؟ لا، اكيد انت في هيحصل اكيوميليشن للحديد او الكبر في جزء معين في الانجل، فهيبان اللون متغير بتاع الانجل، والدكتور طبعا حافظ شكل الانجل وعارف شكل النورمال عامل ازاي، وبالتالي اي اختلاف عن النورمال بيقدر يشخص اذا كان دوت انترا اوكلر فورين بودي ولا لا. وفي الراديولوجيكال استخدم اكس راي والالترا ساوند. طيب التريتمنت بعد ما بعمل لوكاليزيشن اشوف الفورين بودي هل هو عامل مشكلة عندي ولا لا. لو هو صغير ومش عامل مشكلة ممكن اسيبه، لان طبعا بس طبعا مش اي فورين بودي، يعني انا عندي فورين بودي ممكن يكون صغير بس ما اسيبوش، زي مثلا النحاس لان النحاس فيري اريتيتيف. انما عندنا الازاز مثلا الجلاس دوت خامل، يعتبر ماده خامله بتخش كل اللي يحصل لها شويه فايبروزس مثلا لو هي في الفيترس، وخلاص الموضوع ينتهي على كده. انما مواد تانية ممكن تعمل ايه، اريتيشن. طيب انا بشيل الانترا اوكلر فورين بودي ازاي؟ يعني انا اول حاجه بحددها بعد كده اسيبها لو هي صغيره. طيب لو حبيت اشيلها ازاي؟ اول حاجه بارس بلانا فيتريكتومي، ان انا بشيل الفيترس، وكنا شرحنا بارس بلانا فيتريكتومي قبل كده كجزء في عملية الكاتاراكت. لما كنا بنشيل اللينس كنا بنشيل جزء من الفيتراس برضو. بارس بلانا فيتريكتومي، بارس بلانا ده المكان اللي بنخش منه من السكليرا، وفيتريكتومي ان احنا بنشيل الفيتراس. تمام.
وبنعمل برضو زي ما قلنا من شويه الماجنت بولز اوت ماجنتيك فورم بولز، لو في عندي مواد مغناطيسيه دخلت جوه العين ممكن اسحبها بالمغناطيس. في حاله حصل عندي الريتنا انجريز، لو واحد مثلا دخل بقلم رصاص لحد الريتنا وقطعها، ايه بستخدم ليزر فوتو كواجوليشن، او بشيل العين في حاله كانت وجع العيان ومش بيستقبل بيها اي حاجه. بالاضافه برضو ان انا ممكن اعملها عشان اتجنب السيمبستيك اوفسالمايتس اللي هو التهاب العين التعاطفي. يعني انا يعني هو الموضوع ده اساسا بتاع السيمبستيك اوفسالمايتس ده يعني لسه ما فيش كلام محدد عنه قوي او اسبابه الحقيقيه مش معروفه، بس في اعتقاد ان هو السبب او يعني most common accepted theory ان لما بيحصل عندي inflammation في عين الانفلاميشن ده بينتقل للعين التانية، وبالتالي انا طبعا مش اي انفلاميشن يعني حاجات معينة ولازم يكون لها شروط، فبينتقل للعين التانية، فانا تجنبا ان احافظ على العين التانية فبشيل العين اللي اتضربت. الكيميكال انجيز من المواضيع المهمة في الشابتر ده، يعني احنا لو هنحط اهمية يبقى عندنا الاولوية للكيميكال انجيز، التريتمنت بتاعها بالذات، والبلانت تروما. المود اوف اكسبوجر كلام فاضي. التايبس يبقى في عندنا اما الكالي بيرنز او اسيد بيرنز. الالكالي بيرنز بيبقى عندنا زي ايه؟ زي البوتاسيوم هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد، امونيا، فيرتلايزرز. الافكت بتاعهم بيعمل عندي رابيد بنتريشن على عكس الاسيد اللي بيعمل عندي بنتريشن اقل، والسبب هنفهمه دلوقتي. عشان كده بنعتبر ان الالكالي بيرن في الاي مور سيفير ذان الاسيد بيرن، والسبب في ان بيحصل عندي رابيد بنتريشن ان بيحصل عندي كومباينيشن ما بين السيل ممبرين ليبيدز مع الالكالي، بينما في الاسيد بيرنز هنلاحظ ان مفيش بنتريشن قوي، والسبب ان بيحصل عندي كواجوليشن. فالكواجوليشن دوت بتبقى مادة كده رغوة شوية او بتمنع ان يحصل كومبليت بنتريشن. وبرضه ممكن يحصل عندنا حاجة اسمها الور جاز او الماسترد جاز، بتعمل عندي برضه كيميكال انجريز ان ذا اي. الكلينيكال بيكتشر سيمبتومز، يعني انت تخيل اي حاجة، واحد مثلا كنت في المختبر ورميت في عينه اتش سي ال مثلا ولا ان اي او اتش، اكيد يعني خلاص بين فوتوفوبيا لاكريميشن كلام سهل مفيهوش حاجة. الساينز على حسب الاكسبوجر اللي هو مايلد او سيفير، هيكون في اديما في حاله المايلد والسيفير. بعد كده كل واحده هنزودها شويه، يعني انا يعني يكون عندي ايه هنا كونجكتيفا كيموزس وانجكشن، لكن بعد كده ممكن يعمل عندي ايه ابسكيلر وايتنينج بسبب الفايبروزس اللي حصل والكواجيلاتيف نيكروزس في حاله الاسيد بير. الكورنيا بيحصل فيه هنا ابريجن لو هو مايلد اكسبوجر، ممكن يحصل عندي كورنيال ميلتنج، القرنيه تسيح في حاله الاكسبوجر كان سيفير، جبت كميه كبيره ورشتها على القرنيه ممكن القرنيه تسيح. انتيريور تشامبر بيحصل ميبي سكندري جلوكوم، انها هناك اكيد لو في حاله سيفير اكسبوجر اكيد سكندري جلوكوم، يعني تقريبا كل عرض من دوت بيتضاعف في الناحيه الثانيه. هنا اليوفيا انتيريور يوفيتس، يعني يا دوب لانه مايلد الماده الكيميائيه ما قدرتش تخش جوه قوي في العين، يا دوب لمست من بره، فيدوب يعني حرقت او بوظت الجزء القداماني من اليوفيال تراكت اللي هو anterior uveitis اللي هو يدوب الايريس مثلا. انما هناك سيفير ايريتس بيبقى سيفير، وممكن برضو يحصل اكستنشن للبوستيريور سيجمنت كمان. طبعا البوستيريور سيجمنت من اللينس وانت راجع لورا كده، الفيتراس والكورويد وانت راجع لورا.